استنى يا مجنون، انت هتعمل ايه؟ يعني هعمل ايه؟ حرن الجرس عشان ندخل الشقه، انا مش قادر اقف على رجلي بالسهوله دي. انت مش واخد بالك يا حبيبي ان انا من غير بنطلونات؟ ايه ده فعلا، تصدق صح، انا ازاي ما كنتش واخد بالي. عشان كده انا حاسس ان في حاجه ناقصه ومش عارف هي ايه. ومش حاسس بالهوا ده كله؟ مش حاسس بيه؟ انت شكل اللي حصل ده اثر على مخك. مخنا يا غبي، يعني احنا ماشيين في الشارع كل ده، واللي بيتريق علينا واللي يرمي كلمه واللي يتصور معانا، وجاي هنا تحس انك مكسوف؟ يا اخي كنت اتكسف وانت بتتضرب على قفاك. انا مش مكسوف يا اكس، انا خايف. خايف من ايه؟ مرحله الخوف خلصت، احنا وصلنا للبيت خلاص. يا عم بيتهيالك، ده احنا بنبدا في مرحله الخوف. المرحله اللي احنا داخلين عليها دي مرعبه مرعبه. تقدر تقول لي هنقول لخالتك ايه لما تشوفنا بالمنظر ده؟ يا مليجي، هو ده اللي مخوفك؟ ما تشيلش هم، سيب لي الموضوع ده. هتعمل ايه يا نصح؟ هعمل لها البحر طحينه. وهنكتب عليه اسامينا؟ مش شرط، اهم حاجه ان الموضوع يعدي عليها من غير ما تحس باي حاجه. اتفرج بقى وتعلم من اكس لما يحور. يا لهوي، تعالوا يا ناس شوفوا مصيبتي في رجاله العيله. اهدي يا ماما بقى اهدي، والنبي انت اللي هتفضحينا كده. ما تقول حاجه بتاع الطحينه. هي مدياني فرصه يا عم، انت شايف اول ما شافتنا وبدات تقول التعويذ الغريبه بتاعتها دي. انا عايز اعرف مين اللي هزقك ومسح بكرامتكم الارض كده؟ اتق منك له. يا ماما اهدي، يا ماما اهدي عشان اكس يعرف يفهمك، مش هينفع كده. طيب اديني هديت اهو. انت اتفضل يا سيدي فهمه. كل الحكايه خالته اننا واحنا ماشيين في الشارع قابلنا الناس بتوع جمعيه البنطلون هيهون. جمعيه ايه يعني؟ جمعيه البنطلون هيهون، انت مش عارفها ولا ايه؟ دي جمعيه بتنادي الناس بالتبرع ببناطيلها عشان ياخدوها ويعيدوا تصنيعها ويعملوها غطيان للعربيات ويدوها للناس الفقيره الغلبانه اللي مش قادره تشتري غطيان للعربيات بتاعتها. يا حبايبي، وانا الظالمه ظلمتكم وقلت انكم تهزقتوا. عرفتي بقى انك متسرعه، بس خلاص ولا يهمك، انا مسامحك، انا مش زعلان منك. بقى انت عايز تقنعني ان مليجي ابن انا اتبرع ببنطلونه في الخير، مش كده؟ إيه لا، هو يا ماما اهدي بس، هو مش قصده كده بالظبط، هو يعني اخرس انت. هيا حبيب خالد، قلت لي بقى ان مليجي بيعمل خير؟ انت مش متخيله يا خالته مليجي بيحب عمل الخير قد ايه. ما تقفرش، دي الدمعه كانت هات رانا واي من عينيه وهو بيتبرع ببنطلون. ما تفنجخش، يا ريتك شفتيه يا خالته، كنت هتفتخري بيه قوي. يا ريتك يا حبيبي انت كنت شفته زمان لما كنت ببعته باكل الموائد الرحمن. كان بيعمل ايه؟ كان بياكله يا حبيبي في الشارع. الكسوه السودة دي، انا محرج قوي. تستاهل عشان تبقى تسال قبل ما تحور. هو انت كنت بتاكل اكل موائد الرحمن فعلا؟ اه كنت باكل الاكل، وقبل المغرب كمان ارتحت. يا رجالة العيلة مهزئين وكمان كذابين، اتضربوا في الشارع واتسرقوا واتثبتوا ببنطلوناتهم. يا بصام ايه ده، دي عارفة كل حاجة. انا حاسس انها معاها رقم خيري وبدوي ورشاد. انا حاسس انها معاها رقم نجلاء اصلا. اطلع برا، اطلع برا البيت وما تدخلوش غير لما تبقوا رجالة وتاخدوا حقكم برا. طب ممكن بس ناخد بنطلونين معانا واحنا بنجيب حقنا؟ قلت برا بدل ما اقلعكم اللي فاضل لكم. ادي اخرة القرف اللي بيجي لنا من بلندر. يا مليجي انت يا ابني اقف خلينا نعرف نتكلم، ما تبقاش طفل. عايز ايه يا سيدي؟ مش كفايه اللي حصل لنا من ورا افكارك؟ يا سلام، يعني انا دلوقتي السبب؟ وهو مين اللي مشانا في الحرام؟ مش انت؟ مين اللي مشانا في الطين لحد ما غرزنا فيه؟ مش انت؟ مين اللي مشانا في سكه اللي يروح ما يرجعش؟ مش انت؟ مين اللي بينطر باي كلام ملوش معنى؟ مش انت؟ ايوه يا ابني، ما احنا رحنا ورجعنا، بطل افوره بقى، ده انت انسان مزيف. اتفضل يا عم الحقيقي، قول لنا نعمل ايه. خالته عندها حق على فكره، احنا لازم ناخد حقنا. انا اصلا ما كنتش عارف حنام ازاي وانا مسروق ومضروب على قفايا. كنت شوفني هعمل ايه واعمل زيي بالظبط. مش لازم انا اللي ابقى زيك، المفروض انت اللي تبقى زيي. انت لازم تنشف شويه يا مليجي، ده احنا احفاد اكس. ده على اساس ان انت استحملت الام اكتر مني ولا ايه؟ قال لك يا عم يا اللي مالك يا عم، تعالى وانا اعملك عام واقول لك وسط الناس يا 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 عام. ايه يا حماده الدخله دي؟ مش فاهم. وبعدين انت ديلر يا ابني ولا شاعر؟ هو غالبا ديلر بس كان نفسه يطلع شاعر، بس التنسيق ظلمه يعني. تنسيق انت كمان؟ ده ما يعرفش يعني ايه استيكة اصلا. ايه يا جدعان، احنا هنقضيها بينج بونج جينج جونج، مش نهدى بقى كده ونمسك العقل؟ ادينا هدينا اهو يا عم ومسكنا العقل، اتفضل عايز ايه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟ سمعت ايه؟ كلام ايه يا حماده؟ كلام كده داير في الحته يعني عن انكم تشنيشتوا. تشنيشتوا دي ايطالي صح؟ يابا تشنيشتوا يعني في ناس شنيشوكوا. يعني منطقي. يا سيدي احنا مش مشكلتنا في الضماير، احنا مش فاهمين معنى الكلمه نفسه. يا شيء يعني من الاخر كده اتثبتوا واتسرقتوا وبقيتوا في الشنيعش. لا طبعا ده كذب، كذب طبعا. يا عم ما تخبيش عليا،
قولي الحقيقة وأنا مش هسيبكو، مع إنكو ما تستاهلوش وطردتوني قبل كده، بس أنا جدع. أيوة أنا جدع، وأجيب لكو حقوكو والسجارة بقوكو. يا سيدي بقولك ما حصلش حاجة. لا يا حمادة حصل بقى، وكنا محتاجينك تساعدنا عشان تجيب حقنا فعلا. رقبتي يا ابني الحتة. ما تحترم نفسك يا حيوان أنت. مش قصده حاجة وحشة يا إكس، هو مش قصده حاجة وحشة، ده تعبير منه عن مدى القرب منك يعني. أوه سوري. بصوا يا شقاوة انت وهو، احنا نكلم الرجالة يجوا معانا بميكروباص ونروح عليهم بالمقاريط في بلدهم ونغربل وشهم ونقطع شرايين خدودهم بالموت. طب مش هنضربهم؟ يا باشا ما احنا كده بنضربهم. لا حمادة مش عايزين الموضوع يكبر، احنا هنروح احنا التلاتة بس نجيب حقنا ونرجع. يابا الصح اتقال من بقك. يعني ايه مش فاهم؟ يعني بيقولك موافق يعني. تمام طيب يلا بينا. بقولك ايه اكس، اكس اسمعني، المسامح كريم، وكده كده امي هتهدى وهتطلع تنده لنا كمان شويه، دي ياما طردتني يعني. انشف يا مليجي بقى، حقنا هيرجع يعني هيرجع. اعجبا. برونتو جوليانو، فيرونتينا سامعاك، هات اللي عندك. انا تايه يا زعيمه. ما انا قلت لك انا قاعده في محل الكشري في وسط البلد. يا زعيمه ده طلع في محلات كشري كتير قوي في وسط البلد، ده حتى الكافيهات بتبيع كشري. طيب هقول لك علامه مميزه، في جنب المحل واحد بيبيع عصير قصب. يا زعيمة كل محلات الكشري جنبها بتوع عصير قصب. طيب هقولك علامة توضح لك جوليانو، المحل اللي أنا قاعدة فيه كاتب ورقة مكتوب فيها يوجد مكان مخصص للعائلات، وهو ما عندوش عائلات، عنده طواجن فراخ. يس برافو، عرفت المكان؟ لا طبعا يا زعيمة ارحميني، أنا لقيت الورقة دي في كل محلات الكشري اللي تهت فيها. خلاص خلاص هبعت لك لوكيشن. مكان من الأول. أنت بتزعقلي يا جوليانو؟ لا طبعا، دي الشبكة. دقيقة ولاقيك قدامي. أوامر الأمر، عادة ولا لوكس ولا سوبر ولا شبع؟ هاتلي كشري. لا مؤاخذة افتكرتك عايز رز وبسلة. ولا يهمك. وايه اللي ولا يهمك؟ عايز الكشري عادة ولا لوكس ولا سوبر ولا شبع؟ اوكي انا فهمت، دي الاحجام، هاتلي العادي. وعندك واحد عادة ورد زيادة للورد. جميل الشعب المصري بينزلوا ورد مع الكشري. يا زعيمة، يا زعيمة المافيا اللي ما فيش زيك. اخرس يا حيوان، انت تفضحنا ولا ايه؟ حط لسانك في بقك وقعد. سوري يا زعيمة، انا عايز الحلاوة. اوعى تقول. لا 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 اوعى تقول. عرفت مكان اكس؟ عرفت يا زعيمة، اكس قاعد في محافظة الجيزة. ريس ها فين في محافظة الجيزة؟ معرفش الحقيقة، انا المعلومة اللي عندي انه في محافظة الجيزة. يا غبي انت فاكر محافظة الجيزة دي شارعين؟ دي فيها اكتر من 8 مليون. 8 مليون بني ادم، 8 مليون شارع. بصوا يا جدعان، احنا هنهجم عليهم بخطة التني طن. بقولك يا حمادة انا رجلي مش شايلاني من الخوف، ما تيجي نرجع يا اكس. اثبت يا مليجي، انت ازاي ما علقتش على خطة التني طن؟ ايه يا حمادة خطة التني طن دي؟ اليكم الخطة، احنا هنغفلهم، واحد يخش من قدامهم يجروا عليه، والاتنين التانيين يغفلوهم من ورا ظهرهم. حلوة قوي، مليجي اللي هيخش من قدامهم وانا وحماده هنغفلهم من ورا ظهرهم. واشمعنى انا يعني؟ خلاص يا سيدي، حماده يخش من قدامهم وانا ومليجي نغفلهم من ورا ظهرهم. واشمعنى انا يعني؟ يا ابني ما هي انا قلت العكس دلوقتي، ما انت هتتعبني معاك ليه؟ بقول لك ايه، انا هقول لك، انت تخش من قدامهم وحماده يغفلهم من ورا ظهرهم وانا هستناكوا هنا ادعي لكم. انت استحاله تكون حفيد اخطر رجل في العالم ولا سمعت عنه حتى. يا عم هو حد جاب لنا الكافيه غير اخطر رجل في العالم ده؟ قلت لك ما تتكلمش كده على جدك. وحيد الله يا جدعان، انتوا جايين تتخانقوا هنا؟ ما كنتوا اتخانقتوا في الشارع عندنا. عيل جبان، احترم نفسك يا اكس لو سمحت. الله الله الله، هو اللي انا شايفه ده بجد ولا ايه؟ استاذ خير انا هفهم حضرتك كل حاجه، اهدى بس. الحكايه انكم ناس بتفهم في الاصول، ما هنش عليكم ناخد بنطلونين بس فجبتولنا معاكم واحد تالت. اوعى تكون قصدك عليا. انت لوحدك يا خيري واحنا تلاتة، يعني خلصانة يا معلم. ومين قالك ان انا لوحدي؟ انت مش المفروض تكون قتلت بدوي رشاد دلوقتي؟ مش هي بتمشي كده ولا ايه؟ ما قتلتهمش ولا حاجة، دول واقفين وراكوا عشان يغفلوكم من داركوا. ده شبه الخطة بتاعتنا. معنى كلامك ان احنا هيتعمل معانا دلوقتي التن طن دي صح؟ بالظبط كده، دي طلعت معروفة.